يونت 5 يا بطل، والجرامر بتاعها عامل لك قلو في دماغك. ما انتش عارف ازاي انك تتعامل مع الفريزل فيربس. يبقى اذا البث المباشر معايا خلال ساعتين بامر الله تعالى هيفيدك جدا انك تتخلص من مشكله الفريزل فيربس. هنقول لك ازاي تتعامل معاها وتذاكرها بالشكل اللي يخليك ما تتلخبطش فيها لو جات لك في الاختبار. احنا في البث ده هنشرح يونت 5، هنشرح من خلال الحل يونت 5 بشكل عام والفريزل فيربس بشكل خاص. بالاضافه لكده هنتلقى اي سؤال منك فيما يخص المذاكره وفيما يخص الماده. لو انت مش عايز يفوتك البث ده، وهو فري بالمناسبه، هو بث مباشر مجاني، التحق بالجروب اللي هتلاقي الرابط بتاعه في وصف الفيديو وفي اول تعليق.